نلل برنامج قول يا قول خدمتي بعدا خدمتي بقيتيش كون لا كنا خدامين ودابا كون جيت حضرت اليوم موازين اليوم الموازين حضرنا اليوم وشرف لينا كبير وتلاقيت مع الصديق ديالنا الحبيب ديالنا كيجاك في الفناير الفناير تبارك الله عليهم متواضعين وانا شرف ليا باش نحضر مطيحاتك عايشه ملي كانوا قناوه لا لا تفرجت ولكن انا عندي ما كلش الحمد لله دابا ما كطيحكش عايشه مع قناوه كيفاش نطيح عايشه ملي كانوا قناوه مطلوقين ما طحتي ما والو ما بديتش شنو تبغي تقول الجمهور العزيز عليه انت اه شنو تبغي تقول الجمهور العزيز عليه تبارك الله عليكم وكنقول تحيه للجمهور خدمتي بعدا خدمتي قالوا لا الخدام الحمد لله ولكن العمل شحال داير لك في الصالير 60 60000 ريال 60000 ومزيانه مسلكاك مسلكاني بخير ولكن عندك تلوح هذيك ديال لا 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 ما عرفك ما عطيتكم 6 علاش كانت اكثر من 60000 ريال لا حيت ممنوعه فاش خدمتي فيهاش لا لا شي حاجه مينا تبارك الله عليك من التلفاز لتما لا حيت كيعرفوني مسؤولين باش خدموني تما تبارك دخل بالصنطحه ولا بقرايه ها لا والله ما قاريتش واش بحال هكا كنسخر لك بحال قلت لي مرحبا جا جي جي لي قهوه انا معاك الله يحفظك انت بعدا هاني يلاه قول كلمه الاخر نختموا بها الفيديو سالي صافا كلمه الاخر نختموا بها الفيديو ها بلاش بلاش بغيتك تضحك الضحكه العجيبه ديالك تحيه لكم بزاف وتبارك الله عليكم وكنقول تحيه للاذاعه سميتها اشواقع اشواقع ونيت راك واش اشواقع نيت الله يحفظكم ونهار كبير هذا